بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين. مشاهدي الأعزاء، مرحبا بكم مرة أخرى في هذه الدروس المباركات التي هي عبارة عن دروس مختصرة وموجزة، ولكن حاولت أن تكون كما أسميتها رسائل. فنحن مع رسائل الصيام التي حاول الصيام أن يوصلها إلينا وأن يبلغها إيانا. وقد تحدثنا عن رسالة الإخلاص وما أدرك ما رسالة الإخلاص، وتحدثنا عن رسالة الامتثال وما أدراك ما رسالة الامتثال، واليوم نتحدث عن رسالة التقوى وما أدراك ما رسالة التقوى. هي ثمرة الصيام. يقول بارئ جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أي كتبت عليكم هذا الشهر المبارك لتصوموا من أجل أن تحصلوا على ملكة التقوى، أن تملكوا خلق التقوى، هذا الخلق العظيم الذي هو الغاية من العبادات كلها. فالله عز وجل ما دعانا إلى الصيام إلا للتقوى، وما دعانا إلى الصلاة إلا للتقوى، وما دعانا إلى الحج إلا للتقوى، وما دعانا إلا إلى سائر الطاعات والعبادات إلا للتقوى. فما هو التقوى إذن مشاهدي الأعزاء؟ التقوى فسره سيدنا علي رضي الله تعالى عنه بقوله: هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. كلمات أربع جمعت خير الدنيا وخير الآخرة. التقوى هي الخوف من الجليل، أي تراقب الله عز وجل في السر والعلانية، والعمل بالتنزيل تطبيق كلام الله سبحانه وتعالى، والقناعة بالقليل أن تقنع بما يسر الله عز وجل لك، أن ترضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس، والاستعداد ليوم الرحيل. فالمتقي عندما يتقي الله عز وجل ويبتعد عن المحارم ويبتعد عما أمره الله عز وجل أن يبتعد عنه كما ذكرنا في رسالة الإمساك ورسالة الامتثال، فإنه بذلك يعد العدة ليوم الرحيل، يعد ليوم لا ريب فيه، يعد ليوم الحشر حيث يجمع الله عز وجل الخلائق. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. لذلكم اليوم معاشر المؤمنين نصوم، لذلكم اليوم نصلي، لذلكم اليوم نحج، لذلكم اليوم نفعل الخير، لذلكم اليوم نحب المساكين، لذلكم اليوم نفعل جميع الطاعات، لذلكم اليوم نبتعد عن جميع المحرمات. وقد قال الله عز وجل في القرآن الكريم: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذه الآية تحدثت عن ورود الصراط، والصراط هو طريق مضروب، جسر مضروب على ظهر جهنم يمر به الناس إلى الجنة. ولكن هل يمرون؟ نعم، الناس مختلفون في مراتبهم ودرجاتهم ومنازلهم عند الله عز وجل بسبب اختلافهم في أعمالهم ونياتهم. فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كأجاوز الخيل، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالطير، ومنهم من يمر كالضفدع، ومنهم من يسقط في كلالب جهنم والعياذ بالله. فالمتقون يمرون، ولذلك قال تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا. والمتقون هم الذين اكتسبوا هذه الملكة، ملكة التقوى، من خلال صيامهم، من خلال صلاتهم، من خلال عباداتهم ومعاملاتهم وسلوكهم. فالتقوى إذن معاشر المؤمنين هي كسب غني يكتسبه المؤمن من صيامه. سئل عمر بن الخطاب عن التقوى فقال للسائل: هل مشيت في أرض بها شوك؟ قال: نعم. قال: كيف تصنع؟ قال: أشمر ثيابي وأتقي. قال: ذاك التقى. ما دمت تشمر ثيابك إذا مررت في أرض بها شوك فحتى لا تشاك، فذلك هو التقوى. فالمراد بالشوك هنا المعاصي، فالمؤمن دائما يحرص أن لا يشاك بالمعاصي. قد لا يشاك الإنسان بأشواك المادة، بأشواك الشوك، بأشواك الأشجار، ولكنه كثيرا ما يشاك بعضنا، صلى الله السلامة والعافية، كثيرا ما يشاك بعضنا
بالذنوب والمعاصي، رأى معصية، سمع معصية، تكلم بمعصية، لمس بيده معصية، أكل مالا بغير حق، فإذا به رجع إلى بيته وهو مسكين مثخن بالجرح. لو كان من المتقين لعاد من الشارع سالما معافى، لعاد من السوق سالما معافى، لعاد من المسجد سالما معافى، لعاد من أي مكان ذهب إليه سالما معافى، ولكان في بيته سالما معافى. وهذه هي رسالة الصيام في التقوى، حينما ندبنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وندبنا القرآن الكريم إلى أن نتمسك بالتقوى حيثما كنا. فقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. في رسالة أخرى إن شاء الله عز وجل، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وحافظوا على الالتزام بالتدابير والإجراءات التي اتخذتها السلطات المعنية من أجل المحافظة على الوطن والمواطن. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.